اتكلم علي الوزير. انا اسف للقطع. لا خالص، اتفضل اتفضل. فالفكره في كده، احنا 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 يعني انا خدت القرار ده هو بناء على الو. انتظار في منتهى الخطوره. طيب خلينا نسال حضرتك يا معالي أنا الوزير. انا بعد اذن حضرتك بس اكمل لك، وانا تحت امر طبعا. الامر لله. القرار هنا لازم يؤخذ بسرعه لوقف حاله التدهور السريع. حاله التدهور السريع بقول لك قطع غيار مش موجوده. انا ركبت مع السواقين في الجرار، الجرار اللي هو العربيه اللي قدام اللي هي السواق نفسه في العربيه بتاعته يعني. وشفته انا حقيقه ما شفتش والله سواقين زي الرجاله بتوع مترو الانفاق دول اللي هم بيديروا العمليه بالذات الخط الاول. دول ناس انا ما شفتش في حياتي ولا هشوف رجاله زي دول والله، ولو بايديا مهما كافئتهم مش هكافئهم ولا هديهم حقهم. معالي الوزير فعلا هقول لك ليه، بس بعد اذنك مش كلام انش. ان هم بيديروا بالانجليزي كده اوبريتنج ات ريسك. اوبريتنج ات ريسك، وهم اللي شايلين المسؤوليه لو قدر الله لو حاجه حصلت. انما هم حرصهم على ان ينقلوا ال 1.5 ل 1.8 مليون بني ادم دول يوميا. الحاجه الثانيه بقى اللي انتوا حضرتك بتتكلموا فيها وكان كلموني فيها الساده النواب امبارح، قالوا لي طب يا دكتور هشام درست الحاله ان احنا نرفع الايراد الاعلانات بالظبط. ما انا من غير ما حضرتك تقولي اصل هي يا فندم هي بص يا فندم انا راجل ايديا في المشروعات، فهي الايراد عباره عن حالتين، حاجه يا كور بزنس يا كوميرشال بزنس. يا كور بزنس يعني التيكت اللي هي اساس العمليه زي ما كل العالم بيشتغل. يا مثلا كوميرشال اللي هو السايد بزنس اللي هو نعمل بقى شويه ريتيل، نعمل حاجات زي كده يعني اللي هي التجاري والكلام ده. احنا ما نقدرش نعمله فن في الخط الاول بالحاله دي. ليه بقى؟ لحالتين، لسببين. السبب الاولاني ان الخط ده 85% او 90% من محطاته صحيه. ثاني 85 ل 90% من محطاته سطحيه. احنا ما عندناش غير ست خمس محطات فقط من الشهداء لحد محطه السيده زينب هي المحطات نفقيه، الباقي كله سطحي. فما عندكش مساحات كبيره تشتغل عليها يعني. بالظبط. ومين هيفتح مول يا فندم ولا يعمل في جزء سطحي؟ فالصح اللي احنا نبتدي. طب ما عملتش حضرتك ليه في ال 15% حتى لو في 85؟ ما عملتش ليه؟ هو يا فندم دي بتتعمل في وقت قليل، ومنين الفلوس؟ ومنين الفلوس؟ طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال. ثانيه واحده بس، عشان انا برضه يعني انا مش دافع عن الناس اللي قبلي، الناس اللي قبلي خدوا عملوا منشيه الصدر وعملوا محطه حدائق المعادي. فعلا عم حولوها من محطات سطحيه لمحطات علويه. منشيه الصدر عشان دي جنب جامعه عين شمس وفيها طلبه كتير بتيجي. ومحطة حدائق المعادي انها منطقة راقية شوية فيتعمل ممكن فيها مول يدير عائد. الكلام ده هو لسه خلصان ولسه هيتم طرحه على بحيث ان هم يبتدوا يستثمروا في انما الكلام ده يا فندم في كل العالم. ده اللي عايز اقوله لك بقى، في كل العالم، في كل العالم مش مصر بس، لا يتجاوز 15% ل 20% من بس في كل العالم بيجيب موارد على فكره، وحضرتك عارف اكتر مني لان حضرتك اكيد شفت التجارب دي في دول كتير. انا بقول لك في كل العالم بيجيب بس نسبته قد ايه، هو ده السؤال. طيب انا بس مش يعني انا بس هدخل مع حضرتك في التفاصيل، بس انا عندي فكره كده عايز اناقش حضرتك فيها. اتفضلي. حضرتك بتعتبر هيئه مترو الانفاق دي هيئه اقتصاديه ولا مش هيئه اقتصاديه؟ لا احنا ما بنتكلمش على هيئه مترو الانفاق يا فندم. لا انا بتكلم على شركه المترو. لا في خلط هنا. هيئه مترو الانفاق دي احنا الانفاق ده معمول ببزنس موديل مظبوط صح 100% اللي هو ايه؟ اللي هو فصل الملكيه عن الاداره. كويس. الملكيه هنا تتبع الهيئه القوميه للانفاق، الهيئه القوميه للانفاق هي اللي بتنشا وهي اللي بتستثمر. واخد بال حضرتك؟ دي هيئه قوميه للانفاق. انا مش ده اللي انا بفكر في حاجه ثانيه. سواء هي هيئه سواء هي شركه. مين اللي بيقول ان الاداره هنا كويسه؟ لما تكون الخسائر دي بتتحقق، معنى ذلك ان في خلل في الاداره وفي ادارتها كمؤسسه اقتصاديه تجيب فلوس بغض النظر عن مساله الايرادات. يعني انا ما احطش الناس قدام واقع اقول لهم ما تزودش التعريفه وفي الاخر اقول لهم انتوا اللي بتختاروا. معلش. طب وليه حضرتك معتبر ان مفتاح الحل هو تزويد التعريف؟ عشان ليه مش شايف ان في اداره غير مثلى قد تكون قد ادت الى هذا الواقع يعني؟ يعني ده انت حابب تجاوبي على الكلام اللي احنا لازم نمشي فيه. احنا خلصنا كده رسمنا الايرادات وبنتكلم دلوقتي في المصروفات صح؟
ما هو التي مع اي شركه في الدنيا عباره عن ايرادات ومصروفات. مظبوط. المصروفات ايه السبب الزياده اللي في المصروفات؟ السبب الزياده في المصروفات ثلاث حاجات اساسيه. واحد، التعريفه الجنيه ده هو دي كانت سنه 2005 وتم تنفيذها في 2006. من 2006 ل 2005 من 2006 ل 2017 نسبه الانفليشن زادت كام يا فندم؟ حضرتك اللي تقولي لي. نسبه الانفليشن وصلت ل 300%. نسبه ايه يا فندم؟ معلش مش سامع. التضخم. وصلت 300%، دي حاجه. الحاجه الثانيه، ارتفاع سعر الكهرباء بالذات في الخط الاول. انا بكرر ثاني، الخط الاول عجوز فبيسحب كهرباء اكتر من الخطوط الثانيه. يعني ومن هنا لازم نبتدي نبص ان الخط الاول ده لازم نطوره. بالظبط. الحاجه الثالثه، بس ظهور الخط الاول ده عارف عليك يتكلف كام؟ اقول لحضرتك تكلفه الخط الاول، عشان تكلفه، ودي موجوده في ومعروفه كويس قوي عند كل الناس اللي بتشتغل في هيئه قوميه للانفاق والشكل المثل، 30 مليار جنيه. 30 مليار جنيه هيحتاجوا الخط الاول لتطوير. لا انا بسال حاجه بحكم خبره حضرتك. الحاجه الثالثه، هل لديك يقين تقدر تقوله للشارع المصري الان انك واثق ان اداره هذه الشركه او هذه الهيئه تتم وفقا لمعايير اقتصاديه واداريه صحيحه، حضرتك تتحمل المسؤوليه امام الراي العام عنها؟ بص يا فندم، انا هقول لك حاجه لطيفه قوي. انت بتقولي على مسؤوليه الاداره، وهل الاداره ده هي بروفيشنال ولا لا؟ مظبوط. وبتحقق الاقتصاد ولا لا؟ الاداره ده هي دي من احسن الادارات اللي موجوده عندنا. تمام خلاص. والرجاله اللي موجودين حتى وهي بتحقق خسائر هي كويسه. ما هو بيتحقق خسائر ليه يا فندم؟ عشان بيقدم الخدمه ارخص من سعرها الحقيقي. هو ده اللي عايز اقول لحضرتك ان البنك. طيب انا عايز افهم ليه من 2013 والخسائر بدات؟ يعني انتوا اخر ارباح وفقا لرئيس الهيئه كانت 2013 2.7 مليون. لان كان في زياده في البنك، كان في مكاسب قديمه قعدت يعني وصلت لنقطه التعادل تقريبا سنه 2012، اخر 2012. يعني شهر 6 2012 كانت تقريبا وصلت لنقطه التعادل. ابتدت 2013 بقى تظهر بالناقص لما الدولار ابتدى ينط، ولما الاهم من كده ان المرتبات نتيجه المطالب الفئويه زادت حوالي 400%. ودي يمكن حضرتك لو رجعت للسايت الالكترونيه من 2011 كده يا استاذه رشا، هتلاقي ان المطالب الفئويه وصلت لحوالي 400% فعلا من 2011 ل 2015. فدي كل ده ضغط عليهم في نفس الوقت. بس انتوا لغايه 2013 محققين ارباح 2.7 مليون، رغم ان ده رقم مع احترامي رقم ضعيف جدا. ده طبعا بالظبط يعني كده. ده رقم يعني ده بنسميها نقطه تعادل. فهي الفكره يا فندم نشوف بس الاول الزياده دهيت ممكن تعمل ايه. هو ده اللي احنا ممكن نشوفه الزياده. يعني انا عايز افهم حاجه يا فندم، يعني لما طلعنا الارقام انا وزمايلي الخاصه بالايرادات، فقلت لزمايلي ما ينفعش ناخد رقم الايرادات مطلق، لان لازم اخصم من الايرادات دي المصروفات. تمام. عشان هو ده اللي هيبين لي حجم المشكله ايه. تمام. يعني لما يكون ايراداتي في 2011 2012 40 مليون، وبعدين في 2015 2016 66 مليون، وبعدين يقول رئيس الهيئه انه خسران من 2013 حتى الان وانه مديون لوزاره الكهرباء. لطيفه قوي. بص يا فندم، هي المترو ده في 7500 بني ادم بيشتغلوا، 7500 تقريبا يعني. او 7300 حاجه زي كده يعني. قول 7500. 7500 دول لو مرتبهم حديد 7300 شخص بيشتغل. شخص بيشتغلوا في الخط الاول والثاني والثالث. وهجي لك بقى لاهم نقطه بس بقى في النهايه، اللي هي موضوع الورش. حضرتك فكريني بقى لما ارجع لك عليها. دي منتهى الاهميه موضوع الورش. منتهى الاهميه موضوع الورش. ال 7300 بني ادم دول لو مرتباتهم زادت بالنسبه دهيت في الفتره اللي فاتت، تعمل ايه في الميزانيه؟ تعمل ايه حضرتك؟ او كان متوسط طبعا يا فندم على طول سبعه. قولي لو زاد كل واحد فيهم 1000 يعني المرتبات زادت 1000 جنيه، يبقى السبعه دي في 1000 جنيه يعني انت بتتكلمي في كام؟ في 7 مليون و3 من 10 في 12 يجيب كام يا فندم؟ يجيب حوالي 100,000. لو اعتبرنا ان زياده المرتبات 100,000 1000 جنيه بس، يبقى حضرتك هي يعني بص يا فندم، اسهل حاجه. انا ما كنتش موجود قبل كده، ومع ذلك انا بقول لك مش بدافع برضه، انا بتكلم حقيقي.
ما كنتش مسؤول عن الشركه في الفتره دي. يعني انا برضو مره ثانيه يا فندم، زياده السعر اللي هو الجنيه ده هيحقق لحضرتك البالانس او التوازن ما بين الايرادات والمصروفات؟ في 6/2018 هنحقق البالانس، وهنبتدي نكسب ازاي بقى؟ لما هنشغل الخط الثالث، بالذات الخط الثالث انا بدفع فيه جدا دلوقتي، وحضرتك يمكن لو متابعه شويه الجولات اللي عبد الله بيعملها في من ساعه ما تقول لكم 5 اسابيع، انا نزلت المترو كذا مره، مترو الانفاق بقى اللي هي المشاريع مش تشغيل المترو. وانا زي ما قلت لحضرتك ان في فرق ما بين الحياه القوميه الانفاق دي هي اللي بتبني وتشتغل، وشركه تشغيل المترو او شركه المترو هي اللي بتشغل. فانا نزلت المترو الانفاق، بنجري في الخط الثالث اللي احنا نوصله ل 1000 مسكن وعين شمس. ده اكيد مشروع طموح جدا والناس كثيره كانت عايزاه. طيب انا بس انا عايزه اقول لحضرتك، حضرتك انت يعني معلش يا فندم، انت ليك قيمه في الاعلام محترمه جدا والناس كلها يعني صحيح يعني، وانا شخصيا بقدر حضرتك قوي من زمان. الله يعني حضرتك انت يعني احنا عايزين نوصل بس النقطه ان هذا الاصل ليس ملك العبد غير الشعب. مع انا هكون اكثر صراحه مع حضرتك، هو مش ملك انا، معالي الوزير، ملك الحكومه. زي ما حضرتك كنت صريح قوي معايا، انا هبقى صريحه مع حضرتك. طبعا اتفضل. اللي واصل للشارع ان ما حدش طلع له قال له ان كنت ممكن اعمل كذا او كذا او كذا او ما كانش عندي حل غير كذا وان انا جربت كذا وكذا وكذا، فبيبان دور الاعلام يا فندم. انا مش هقدر يعني معلش يا فندم، انا يوميا وربنا يعلم كم الملفات، وانت عارف وزاره النقل طبعا شكلها ايه، واكيد انت اكثر واحده عارفاها اللي انت حضرتك متابعه الكلام ده بقالك فتره زمنيه مش قليله وبتخش في العمق، فانت عارفه كويس قوي الملفات بتاعت وزاره النقل. ما عنديش وقت طبعا ان انا هنلف. طب انا هقول حاجه يا معالي الوزير، لما اكون انا بزود على المواطن جنيه واسمح لي ان انا اصفها بده، وحضرتك زي ما قلت بتثق في يعني في ان انا صادقه مع حضرتك، لما تحصل الكارثه بتاعت سحب 5 خطوط ملاحيه من ميناء بورسعيد وده يعمل لنا حجم من الخسائر الاقتصاديه، حضرتك اللي عندك الارقام مش انا، ده معناه ايه؟ طب انا استاذنك الموضوع ده انا يعني ادي لك بقى فيه يعني احنا بندرسه دلوقتي. يعني بيقول حضرتك احنا بنخسر فلوس كده مجانا بسبب ادارتنا؟ هي الموضوع هو موضوع فعلا انا يعني ان شاء الله، بس يعني اكيد النهارده بتتكلمي مني على المترو، فانا تحت امر في اي يوم تاني نتكلم فيه على الموضوع ده، ان هو فعلا موضوع برضو محتاج برضو اوضحه شويه، اللي انا برضو دخلت فيه بعمق شويه الفتره اللي فاتت. في 5 خطوط انسحبوا فعلا وراحوا اليونان؟ ما هو حضرتك ان هم عملوا محطه هناك في اليونان، هم عملوا محطه، هم قالوا ان هم انسحبوا عشان انتوا رفعتوا عليهم الاسعار. لا 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 ده الكلام المظبوط، بس هو برضه الاسعار ليها فيها بامانه ليها تاثير، مش بقولكيش ليها تاثير، بس مش هو الفاكتور الوحيد، هو كذا فاكتور يا فندم بيتحكم في الموضوع ده. ان شاء الله انا يعني لو حضرتك بقى يسمح لك وقتك ان شاء الله. يشرفني يا فندم، ده حضرتك شرف بالعكس، الناس تحب تتواصل دايما، وانا سعيده ان في وزير بيقول لي انا عايزكم واتكلم معاكم ومع الشارع، ده حاجه تحسب لحضرتك. ربنا بس يدينا الوقت ان شاء الله. انا بس بسال يعني، ما هم الناس بتقول مش ممكن اللي بتاخدوه، يعني انتوا بتشطروا على المواطن وتاخدوا منه جنيه في التذكره، وانتوا بتدمروا من الناحيه الثانيه اقتصاد كبير خاص بنقل عندك حق يا استاذ رشا، والله يعني عندك حق فعلا، بس يعني برضه الصوره مش واصله بالكامل عند الناس، فان شاء الله هنحاول نوصلها باذن الله. طب سؤال اخير، اصحاب الاشتراكات في المترو هترفعوا عليهم الاسعار كمان؟ لا، الاشتراكات المسنين والسلام عليكم المسنين زي ما هي المسنين والطلبه. الطلبه هيزيد 3 جنيه 60 قرش في الشهر، 3 جنيه و60 قرش فقط لا غير ان شاء الله. طب وذوي الاحتياجات الخاصه؟ لا لا طبعا، ما فيش كلام، ما فيش تغيير خالص، ما فيش تغيير خالص. انا بشكرك يا معالي الوزير، وزير النقل السيد اللواء هشام بركات، شكرا لوجودك.